بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، النهاردة معاكم في ريفيو جديد هنتكلم فيها عن جمع ثمار وبذور الديدوني. شايفين اللون الأخضر الفاتح الجميل جدا ده؟ ده لون الثمار. زي ما أنا قلت قبل كده، الثمرة ليها ثلاثة أجنحة، بيبقى فيها عدد من البذور من 1 إلى 2 بذر. هنتركها حتى تمام النضج تماما وجفافها عشان نتأكد ان الجنين اللي داخل البذرة جوه اكتمل نموه ويصلح للإنبات، وبعدين نبتدي نجمعها ونستخدمها بذور. بعد ما احنا نجففها تماما ونستخرج منها البذور، وياريت نجففها في مكان مظلل مش مكان جاف لغاية ما أخذ منها البذور، وبعد كده أحفظها في أكياس ورقية في مكان جاف بعيد عن الرطوبة عشان محتفظ تفضل البذور محتفظة بجودتها وحيويتها لحين استخدامها في الإكسار مرة أخرى. يلا بينا نشوف البذور والثمار بعد ما جفت ونشوف مراحل جفافها المناسبة للجمع والحصاد. أهم حاجة زي ما قلنا، لما نيجي نجمع الثمار أو البذور، أخذ الثمار بعد تمام نضجها. يعني هنا في الدودنيا الثمار مازال لونها أخضر، لم يكتمل نضجها أو نموها بعد. اللي هنا أهي لو شفنا دي نضجت وجفت وخدت اللون الأصفر، دي مجرد ما أنا بمسكها كده أهي بتتجمع في إيدي. لكن لو أنا تركتها بتجف تمام الجفاف، هلاقي البذرة بتفرط على الأرض زي ما شايفين كده مع بعض. ده طبعا فاقد محصول، خسارة جدا إن أنا أخسره. ياريت نجمعها أول بأول، كل فترات ما يجف عندي عدد أبتدي أجمعه. يلا بينا نجمع مع بعض. مشاهدينا في باقة أفكار، دي الثمار الديدونيا بعد ما وصلت لمرحلة النضج النهائي اهي. دي المرحلة اللي انا بجمعها فيها، الثمار جفت تماما اهي. انا فركتها كده اهي. دي البذور اللي لونها اسود اللي انا بجمعها، وبقى انا كده جمعت بذور الديدونيا بعد تمام نضجها. اتمنى ان الريفيو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش في لايك وشير. مع تحيات باقة افكار، وتحياتي ليكم دكتورة رؤية.